لكم وفما جديد مع شيل في باور. شيل ليكس فيدانج ا دوميسيل فليكسيبيليتي سيكوريتي اي كاليتي. 8:18 دقيقة اليوم باش نحكي لكم على خدمة جديدة، على سيرفيس جديد يقدمه لكم شيل، وباش يحل مشاكل برشا برشا عباد. حسب رأيكم شنو ينجم يكون السيرفيس هذا يا سندريلا؟ دياغنوستيك، كي نجي يعملوا لي دياغنوستيك تك تك. دياغنوستيك تك تك معناها جديد هو التك تك. دياغنوستيك معمول بيه ولكن جديد هو التك تك. برنس عاوني سمعته في الببليسيتي اللي هو فيدانج ا دوميسيل، والجواب صحيح. برنس منصف بن سعيد نحكيو هنا على شيل اليكس فيدانج ا دوميسيل، السيرفيس الجديد اللي يخليك اليوم تنجم تعمل فيدانج في دارك والا في بيروك. انتم تعرفوا اللي بالوضع الوبائي هذا برشا عباد قاعده تخاف انها تخرج وتمشي لبلايص فيها عباد، ورغم اللي ما حطت شيل الكل معقمين وقاعدين يحترموا في البروتوكول سانيتير. مع شيل ليكس اليوم تنجم تعمل الفيدونج في دار. كيفاش تصير العمليه؟ سهل برشا، تهز تليفون وتكلم الرقم 36 133 3 0. نعاود 36 133 3 0، تعطي معلومات متعلقه بكرهبتك للكونسيي اللي باش يهز عليك التليفون، كيما نوع الكهربه، العمر نتاعها، تحدد الوقت اللي تحب عليه، ويجيك خبير الزيوت شيل يقد لك الفيدونج وين انت. وهذا بالطبيعه مع احترام الاجراءات الصحيه، يعني اللي باش يعمل لك الفيدونج باش يكون اوتوماتيكمون لابس البابيت، لابس الماسك، عامل الجيل وكل شيء. واهم حاجه هي انكم مع كل فيدونج تعملوه عندكم تحكيم كامل مجاني للسياره، وزيد ان تشيك كومبلي وبرشا ديزافونتاج اخرين تنجموا تلقاهم وتعرفوهم على الباج فيسبوك شيل ليكس فيدونج ا دوميسيل. الخدمه هذه اللي تتوفر للبارتيكولي للشركات، وكل واحد فيكم ينجم يعيش الاكسبيريونس هذه نتاع شيل فيدونج ا دوميسيل. امشيو فيس على الباج اي اف ام، جاوبوا على السؤال المتعلق باللعبه، وفي اخر البرنامج باش نعلنوا على اسم الرابح واللي باش يجيه فريق من اي اف ام وباش يصور بالديتاي العمليه كيفاش تصير. دونك نعاود نذكركم السيرفيس الجديد هو الفيدونج ا دوميسيل شيل ليكس فيدونج ا دوميسيل. موعدنا بعد شويه، ادخلوا على الباج اي اف ام، جاوبوا على السؤال الموجود، تربحوا معنا ويجي فريق من اي اف ام يصور العمليه بالديتاي. مع شيل ليكس فيدونج ا دوميسيل اربح وقتك ونقص من المصروف الكرهبتك. اخبار الطرقات بعدها الفاصل، بعدها السندريلا في البوكس نيوز. كريستالين تقدم لكم اي اف ام انفو ترافيك. صباح الخير ومرحبا بكم. تعطيل مازال متواصل على دخلة تونس الجنوبية من لوتوروت من نيفو سبيطار الحروق البليغة حتى الكبارية، كيف كيف الضغط متواصل على رونبوان بير القصعة، ويبدا زاد شوية تعطيل على رونبوان سوق الكراهب، على جي بي 7 نيفو لينابس تعطيل من جهتين، وعلى الغوتيكس يبدا الضغط من نيفو رونبوان خزنة دار من جهتين، وبعده من باردو حتى نوتر دام في اتجاه المطار، على جي بي 8 ضغط كبير من نيفو رياض الأندلس حتى رونبوان أريانا، وبعده نيفو سونتر أوربان نور، ومن جهة أخرى نيفو سيتي أولمبيك في اتجاه حي الغزالة، على شارع فرحات حشاد مقرين في اتجاه قنطرة سيدي رزيق، على الغو 33 وشارع محمد علي في اتجاه قنطرة رادس، الضغط زاد كبير على شارع ياسر عرفات نيفو رونبوان الفريت من جهتين، وعلى جي بي 9 نيفو عين زغوان، وبعده نيفو إيشانجور حي الخضراء في اتجاه سونتر فيل، كيف كيف تعطيل على طريق المنيهلة والضغط من الانطلاقة حتى لحي التضامن، على جي بي 10 نيفو برج الوزير في اتجاه رونبوان أريانا، ومن جهة أخرى في التقاطع مع شارع خالد بن الوليد في اتجاه طريق المرسى. ضغط كبير زاد على رونبوان بندحة في اتجاه حي الزهور، التعطيل مازال متواصل نيفو رونبوان باب سعدون للي يجيو من البي 5 ومن شارع مفتاح سعد الله، وكيف كيف على الغوت ناسيونال 1 مازال شويه ضغط نيفو رونبوان محكمة بن عروس، وبعده نيفو مقرين الرياض في اتجاه جبل جلود، في سوسانه قاو الحركه رزينه على طريق الحزاميه نيفو رونبوان سهلول، واكثر شويه نيفو رونبوان حمد الغزالي، وفي صفاقس التعطيل نيفو رونبوان الاروقه، وعلى طريق العين نيفو سبيطار الحبيب بورقيبه في اتجاه وسط البلاد. الحركه عاديه وخفيفه في باقي الجهات والولايات، ما فماش تعطيل كبير نذكروه. نشكروا كل اللي تفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك يا فما فوت خفيف. كان فما اخبار يهم الطريق كلمونا على 58 550 711. سيسوا رواحكم وطريق سليمان الكل. كريستالين قدمت لكم اي اف ام انفو ترافيك.
تاريخ. السلام عليكم من الناس الكل اللي مازلتوا في كرهبكم. مازلنا مواصلين معكم في الريف مايك. بعد شوية الأخبار نحكيوا على تصريح جديد لرئيسة الدستورية الحر عبير موسي اللي تأكد أنها سترفع شعار ديجاج في وجه محمد الغرياني مستشار رشد الغنوشي الجديد داخل المجلس. نحكيوا على محمد رمضان وسقوطه على الأرض في عرض أزياء كان سار في أثناء تسلمه عفوا لجائزة في المهرجان اللي سار في دبي. نحكيوا على أخبار أخرى ولكن هذا الكل يستناكم بعد الفصل. مرحبا بكم، معكم ليلي، نجيكم كل صباح مع العشرة درجين من الاثنين للجمعة. تاخذ برشا تفائل، برشا أمل، برشا حب باش نعديو بيه نهار على أحلى راديو، راديو إيه فاهمة. كي سبتك الذكرت اللي عندك عزيزك تسهل عليه. تعبت تعبت يا بابا عزيزي، الدنيا غليت وما عادش خالت. جيل توا مشكلتكم ما تعيشوا كان في الحاضر وعمركم ما تخموا في المستقبل. كيفاه بابا عزيزي؟ للادخار وما أدراك من الادخار، هكاك تعيش مرتاح واللي تخبيه اليوم غدوة تلقاه. اي كيفاش نعمل؟ هاوكا البنك عاملة برنامج ادخار هايل. أنا بنك بابا عزيزي. الاس تي بي وهي فما غيرها. مع اس تي بي اللي تخبيه اليوم غدوة تلقاه. تحب كرهبة صحيحة تنجم تعمل عليها؟ ما خيرش من جيلي جي سي 6، كرهبة العائلة اللي تضمن لك سيكوريتي، بيرفورمانس، روبوستيس وتعمل عليها في الكياس. Vous l'avez demandé, جيلي l'a fait. La fête des prix reprend et dure jusqu'au 15 décembre. 39,800 دينار au lieu de 41,200 دينار. والمرة هذه ما تفلتوهاش. جيلي جي سي 6 وهرة ريماركابل، فرصة انكرويابل. Pour plus d'infos, يجيو بحذنا dans nos showrooms. في بن عروس، سوسة، صفاقس ولا اتصلوا بنا على 70131. فما اللي يحبها بزيد خل، وفما اللي يعشقها بزيد زيتونة، وفما اللي يحبها محارحرة بالموتارد واللي يموت ويفنى على البلساميك، وفما المخميخ اللي يحبها بزيد رانش واللي يحبها خفيفة هيلثي وناتور. بونا عرفت اللي بنت السلطة وسرها في الصوص وتفويحتها. بونا على كل صوص يا سلطة. نعرفوا غرامك بمشروعك والأفكار اللي عندك الكل باش تطوروا. نعرفوا الوقت الكل اللي تعدي تحسن في منتوجك وتلوج على الفرص. هاوك عليه في سويفر، ناخذ عليك مشاكل الفاتورات باش تركز في اللي أهم. سويفر أول لوجيسيال دو فاكتوراسيون اون ليني مطابقة للكونتابيليتي تونيزيان. حضر فاتوراتك وتبع حسابك من أي بلاصة بعصو اون توت سيكوريتي. والأكثر معلومات كلمونا على 36 018 1000. Suiveur, votre spécialiste de la facturation en ligne. Dépêchez-vous aujourd'hui chez H&M pour votre dernière chance d'obtenir jusqu'à 50% de réduction sur une sélection d'articles lors de notre événement Black Friday. Trouvez tous vos favoris de mode pour femmes, hommes, ados et enfants. Faites votre shopping chez H&M maintenant au centre commercial Tunis City et Azure City. Dépêchez-vous, l'offre se termine aujourd'hui. Si rien ne vous arrête, ni la pluie, ni le soleil, et vous cherchez un pneu qui vous est fidèle, découvrez le nouveau pneu Goodyear Efficient Grip Performance 2. Le pneu avec la distance de freinage la plus courte sur route mouillée et sèche. Le pneu avec la longévité kilométrique la plus élevée, selon les tests effectués par l'organisation internationale indépendante TÜV. En plus, n'oubliez pas, pour tout achat d'un pneu Goodyear, bénéficiez d'une garantie d'hommage pendant un an. Go Goodyear. تحب تعمل فيدانج في دارك ولا في بيروك؟ جديد شيل تقدم لك الخدمة هذه وتجيك وين انتي. شيلي ليكس فيدانج ادوميسيل، تحط على ذمتك مختص باش تعمل فيدانج وتشيك كومبلي ومعاهم تعقيم مجاني لسيارتك. يكفي انك تتصل بالرقم 36 133 1000 ولا تريزيرفي على الباش فيسبوك شيلي ليكس فيدانج ادوميسيل. شيلي ليكس منصوح به من قبل اغلب مصنعي السيارات في العالم. تسمعوا راف ماغ من كامل أنحاء العالم على EFM.TN. علي الراف ماغ 28 دقيقة. رجعنا لكم في الراف ماغ. توت سويت صندوق الأخبار، توت سويت السندريلا والبوكس نيوز. بوكس نيوز. مرحبا، باش نبدأ لكم بنيبة في مجلس نواب الشعب وزميلي رامي كان حكي عليها، ولكن اليوم في بوكس نيوز فرصة باش تزيدوا تعلقوا عليها انتم اللي راف ماجر. النيبة ذي تغشوا عليها ونبروا عليها برشا توانسة على خاطر اعتبروا اللي تحكي فيه تافه برشا. خلينا نسمعه. لعني سيدة رئيسة، قول لك سيدة رئيسة، احتراما لسيادة الدولة واحتراما لمؤسسة الدولة، لكن كيما نذكر سبقت في جلسات سابقة طعنت في مصداقيتك وحيادك.
التعليق كانت هكا في عوض تعارك على الشعب اللي مشي تحت السقين والفساد في بلاد هذه تعارك على دقيقة يا رسول الله واللي قال مشيت تونس والله زيزي بربي مجلس النواب ولا روضة ملات فيها فما اللي كتب ناس جواعة والمرض مكمل عليهم وهي تعارك على دقيقة هشومي فما اللي قال لها كان من الأجر سيدة النائبة أنك تدافع على أولاد جهتك يكون أحسن ملا مستوى وملا حالة وانا نوفا بالتعليق ذي حسيتها كينا شبهلك شوية مراد صغيدي هكا كتبت تعارك يتعارك على دقيقة مخابرين بسايس وحتى بعيد على الحركة وعلى الدقيقة الطريقة وكيفاش تحكي والطون تتسائل النواب هذوما شكون يحط فيهم يعني على القائمات نتاعهم شنو المعيار نتاع اختيار النواب اليوم باش تلقاو نائبة مع احترامنا اللي تحكي بالطريقة هذه دقيقة حقها ولكن هل ساعة تستحق باش عملها مشكلة وهل الطريقة نتاع إيصال المعلومة هذه تجي يا رئيسة ويدر شنو وأنا بنت الوطد وزميلة شكري بليد اللي متأكد شكري ما يعرفهاش الله يرحمه نعم وشغلنا بورين تعليق بو من صدفتها السيئة السيدة مريم اللغماني أنه مداخلتها طيلة سنة ونص من العمل البرلماني لخصت في الحكاية هذه اللي غالب هذاك هو كل واحد وشنية ظهره كل واحد شنية كيف يسوق لصورته بقى حاجة واحدة أنه نحب نذكر صحيح هي ذكرت أنها وطد لكن ما طلعتش على قائمة الوطد طلعت على قائمة قلب تونس هذوما النواب اللي يطلعوا على قلب تونس وبعد انشقوا على قلب تونس ولاو يحفوا في قلب تونس بالحجر واكتشفوا أنه قلب تونس خايب وقلب تونس ميشان وقلب تونس يعني عنده ارتباطات متاع أشرار هذه هالمشكلة الكبيرة مشكلة السياحة الحزبية مثلاً ما تقولش أنا وطد أنا وطد عمر حتى أنا كنت عم تصرف مني أنت حزب العمل الشيوعي أي بوكت اسمعي ليه عزب ليه مبش نستبح دي بلا وقبل هكذا كنات قرص قال هالي قال لي نائب دير حكيت معنا السبت اي طبعا يا اخي ما كنتش تعرف هذه مراد قديمه يعني اكل التاريخ بلادك لا لا تقولوا رفا من وين قفله هذه بنزيد عليها حتى اكل التاريخ بلادك تعليق مراد انا قابلتها السيده نائب هذه نهار السبت عندها اشكال شخصي مع مدام الشواشي هي نائبه على منطقه الكيف معناها انا متاكد انه منطقه الكيف اللي هي ثاني افقر ولايات في تونس تستحق متابعه في قضايا مليون مره اهم من هكا وكيف ما قال برهان معناها زيد اون بلوس معناها الحزب اللي طلعته اللي طلعك بلوتو واللي تتهم فيه هو ذاك علاش خلاف شخصي خطر مدام شواشي هي من قلب تونس ومدام اللغماني انشقت ومشيت مع حاتم المليكي ومن بعد مع رضا شرف الدين وزادت انشقت عليهم وسط الانشقاق معناها بو هي وين تو المجلس وحدها هي وين هي مع شكون والله ما نعرف كنت هذول مع حاتم رجع حاتم المليكي ومزوز من كيف ومزوز اي مع حاتم هي مع حاتم طلعت صارت قائمه هي وحاتم اما وطد هي مع حاتم اما وطد حتى حاتم فريلانس تخدم نائب فريلانس والله انا ما يمنيش فيها رفيق فانا حزب شفت انظر لي كنت قلت لك ما يمنيش فيها من انا حزب ما راه الوقت من ذهب إذا أنت موجودة في مجلس الشعب وتعارك تقول في روضة ولا في كريش ولا في مكتب معناها كان من الأجدر أنك تحكي على مشاكل جهتك يكون أحسن سيد النائب يا راف والله ما عنده حتى معنى وشي طريقة غالطة وثاني حاجة بالله تعارك على دقيقة الحاضر اللهم صلي على النبي نورما ما يعارك على سوية يجي يعطي كابتن أوبا ويرقد ياخذ غمضة لنهار قنقن لنهار قال أعطيني خلينا نحكي نجاوبه بالكل ما نجاوبه نجاوبك صحيح هي تعارك على دقيقة طيب ربي احنا شنعملوا 10 سنين ضيعوهمنا من احنا مثلا شنعمل على دقيقه قال لي الحاج دخلك من الحاج وكارير الحاج ايش صار في البيب شيل بالحق والله سيفري والله عندك 10 سنين وما تكلمناش 10 سنين واحنا ساكتين ساكتين المراد يا رفيق ساكتين المراد يا رفيق الاخبار الاخبار مع سلمى هلال وبعد اخبار الكوره مع صديقنا امين جلانز نرجع لكم بعد شوي باش نحكيوا على عبير موسي على محمد رمضان وعلى عوده عملاق الملاكمه في العالم أسطورة الملاكمة مايك تايزون للحلبة هذا كل يستنى فيكم بعد شوية ما تبعدوا الشام EFM Express مرحبا الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية تعلن على توجه المراجعة التوقيت الإداري وإلغاء الراحة بين زوز حصص نادية عكاشة تقول إنه حضورها في البرلمان يجي في إطار مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية ومش في جلسة مسائلة لأنه رئيس الجمهورية مسؤول قدام الشعب ومش قدام البرلمان التمديد في إضراب القضاة لمدة 5 أيام أخرين والنظر إلا في مطالب الإفراج وقضايا الموقوفين والقضايا المستعجلة مهندسي المنشآت العمومية يدخلوا في إضراب بداية من اليوم ولمدة 3 أيام للمطالبة بتمكينهم الزيادة الخصوصية اللي يتمتعوا بها الموظفين العموميين. تطور في نساق رفع الحاويات في بورترادس من 20 حاوية في النهار ل 80 حسب ما أكدوا وزراء النقل والتجارة اللي زاروا البورت البارحة.
جو بايدن يكشف على تشكيلة فريق الاتصال الخاص به في البيت الأبيض ويقول إنه باش يتكون من ساب الكامل الأول مرة في تاريخ البلاد. موعدنا يتجدد في أخبار التسعة مكملين مع الراف مال. EFM سبور مع أمين جلانزا. صباح النور، مرحبا بكم في FM سبور. البداية برنامج الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى الويكاند الجاي نهار سبت ماضي ساعة في الهادي النيفر ملعب التونسي الأولمبي البيجي، ماضي ساعتين نادي البنزرتي النجم الرياضي الساحلي في انتظار تعيين ملعب للمباراة هذه نهار الأحد في ملعب حمادي العقربي في رادس، ماضي ساعتين ترجي الرياضي التونسي مستقبل سليمان، مستقبل الرجيش اتحاد تطاوين في انتظار تعيين ملعب المباراة، في الملعب البلدي بالمتلاوي نجم المتلاوي يواجه اتحاد بن قردان، ونهار الخميس 10 ديسمبر في الطيب المهيري ماضي ساعتين النادي الصفاقسي الاتحاد المنستيري، الجوله منقوصه مباراه النادي الافريقي اللي باش يواجه الفريق اللي باش يعوض هلال الشابه. للاشاره الرزنامه قابله للتعديل حسب التوجهات العامه للدوله وقرار وزاره الصحه في مواجهه جائحه كورونا. نجم الساحلي اعلن رسميا تعاقده مع المدرب البرازيلي جورفان فييرا ومساعده فيليبي سيلفانو، عقد المدرب البرازيلي مدته عام حتى جوان 2021 ومنتظر تدعيم الاطار الفني بعصام الحضري كمدرب حراس في الايام القادمه. مع النجم وتعيينات جديدة صلب إدارة الفريق، عودة جلال كريفة مدير إداري للفريق، محمد الطيب مسؤول إداري عن فريق أكابر كرة القدم، وانيس النصري مرافق لأكابر كرة القدم. في النادي الافريقي استقالة الناطق الرسمي كمال بن خليل على خلفية اللي صار في قضية الملاعبين الكاميرونيين وسقوط الاتفاق في الماء. في نفس السياق هيئة الافريقي اصدرت بلاغ تدعو فيه الجماهير الى الاستفاف ودعم النادي حتى الوصول الى النتائج المرجوة لوضع حد نهائي لمشاكل الفريق وغلق كل الملفات. نادي الافريقي اللي واجه الاولمبي البيجي وديا البارح مباراة وفات 2-0 للافريقي وعرفت اقتحام الجماهير للملعب اللي طالبت برحيل رئيس النادي عبد السلام اليوس. نتائج المباريات الودية، نجم الساحلي فاز 6-0 على ملحم ممسوسة، مستقبل سليمان فاز 1-0 على النادي البنزرتي، مستقبل الرجيش تفوق 2-0 على الملعب التونسي، والقلعة الرياضية فاز 2-0 على شبيبة القيروي. طبيب دييغو أرماندو مارادونا ليوبولدو لوكي محط تحقيق بشبهة القتل غير المتعمد. البارح الشرطة قامت بتفتيش عيادة لوكي في إطار البحث على أدلة تثبت وجود إهمال. للإشارة القضاء الأرجنتيني كان فتح تحقيق نهار الجمعة حول إمكانية حدوث أخطاء وإهمال في الرعاية الطبية اللازمة أدت إلى وفاة دييغو أرماندو مارادونا. وفاة بابا بوبا ديوب صاحب أول هدف للسنغال في كأس العالم، في تاريخ كأس العالم، الهدف اللي كان ضد بطل العالم فرنسا في مونديال 2002 والانتصار التاريخي للسنغال 1-0. بوبا ديوب توفى في عمر 42 سنة بعد صراع طويل مع المرض، وأبرز محطات في مسيرة ديوب كانت فرق لانس، فولهام، وستهام يونايتد، بورسموث وبيرمنغهام. نتائج في البطولات الأوروبية السيريا، الجولة التاسعة نابولي يتصدر 4-0 على روما في قمة الجولة، ميلان فاز 2-0 على فيرنتينا، ميلان يواصل تصدره للكالشو فارق 5 نقاط على إنتر وساسولو اللي احتلوا المراكز الثانية والثالثة، يوجينيزي فوق على لاتسيو في روما 3-1، كاليري سبيتسيا 2-2. في الليغا الجولة 11 البارسا فاز 4-0 على أوساسونا، ميسي سجل الهدف الرابع وكرم مارادونا وقت احتفاله بالهدف، كان يرتدي القميص رقم 10 لفريق نيولز أولد بويز الفريق اللي لعب في صفوف مارادونا والفريق الأم لليو ميسي، القميص كان تحت بطبيعة قميص البارسا اللي نزعوا ميسي، حركة كلفت فريق البارسا 3000 أورو خطية. ريال سوسيداد فيا ريال 1-1 وسلتا فيغو تفوق 3-1 على جرانادا. البريمير ليج الجولة العاشرة، مانشستر يونايتد فاز 3-2 على ساوثامبتون، دوبلي كافاني ومع اسيست، تشيلسي توتنهام 0-0، الولفز ينتصر 2-1 على ارسنال. في الليغان سانت اتيان ليل 1-1، وهبي الخزري سجل اول هدف ليه في الموسم كان من ضربة جزاء، ماتسن هزام 2-0 على ارضه ضد بريست، ديلان برون كالعادة اساسي يلعب مباراة كاملة، ليون فاز 3-0 على رانس، موناكو تفوق 3-0 على نيم، وديجون فاز 3-1 على نيس. كذلك في FM Sport موعدنا جاي ماضي ساعتين وتوما سين مع رفمك. FM
الخمسة متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة سيمي بن نور وبقية الفريق. مرحبا بكم الجروب حاضر بعد عمليات التعقيم على يميني جميلة الشيخي رسب الملك يلا يرجعنا كذلك إبراهيم الطايف تنابع الكرونيكر شادي عرفاوي على يميني عبستار عميمو يلا بهذا عبستار فرح برجب غازي عايد سوسر معالج EFM أحلى راديو. تحب تعمل فيدانج في دارك ولا في بيروك؟ جديد شيل تقدم لك الخدمة هذه وتجيك وين انت. شيلي ليكس فيدانج على دوميسيل تحط على ذمتك مختص باش تعمل فيدانج وتشيك كومبلي ومعاهم تعقيم مجاني لسيارتك. يكفي انك تتصل بالرقم 36 133 ألف ولا تريزيرفي على الباج فيسبوك شيلي ليكس فيدانج على دوميسيل. شيلي ليكس إلو برودوي دو لاني 5 فوا كونسيكوتيف. الاثنين الجمعة ابدأوا نهاركم مع راف ماغ مع رفيق بوشناق على EFM أحلى غاديو علي راف ماغ. البوكس نيوز مكمل مع سندريلا وبعد لحكينا على النائب السابق عن قلب تونس واللي عرفت روح على أنها نائبة الوطن ورفيق الشهيد شكري بالعيد نمشيو العبير موسي. عبير موسي حاضرة مرة أخرى بقوة في جلسات البرلمان. عبير موسي ديما حاضرة في مواقع التواصل الاجتماعي بتدخلاتها في مجلس النواب البارح لحد كان لها تدخل وين اعترضت على تعيين المستشار المكلف بملف المصالحة الوطنية عند رئيس البرلمان محمد الغيرياني بمباشرة عمله ومهامه. خلينا نسمعوها شنية قالت. أمزين معني بالأمر فيدو جيكم أمين عام التجمع باش يوريكم كنا زغرتنا هو عطى الإذن بتزغريت كنا قلنا لا أحد هو قال لنا قولوا كنا قوادة الشعب راه هو رئيس قوادة الشعب كنا احنا عملاء راه هو رئيس العملاء بربي ماذا بيكم اللي عنده سؤال يحب يسألوا على التجمع توجيكم هو مستشار سيدكم رئيس المجلس هكا يضحك شفت ما احنا ضحكتوا ويني ما احنا ضحكتوا يضحك جابلكم امين عام التجمع يا ثوار المجلس يا جماعة المكافحة الفساد. التعليق كانت هكا عمري ما كنت من أنصار عبير موسيا ما اليوم نطقت صوابا وقالت الحقيقة هذا هو عمري ما كنت نتخيل للغنوشي عين واحد من التجمع فما اللي قال والله حتى هو شيء نطق محلى ضحكتوا محلها تونس وقدش نضحكوا كي نتفرجوا عليكم. تعليق آخر يقول من المضحكيات المبكيات عبير تهاجم في زلم ونوفى بتعليق هذا تونس بلد العجيب 23 سنة الله وحد الله وحد وبعد حط تصويرة بورقيبة والآخر 23 سنة عارف في بن علي وبعد نصب بين أمين عام التجمع السياسة فن الكذب وين المصالح تلقاهم حتى ضد أنفسهم. برهان بون الكلام كي العادة يعني هالسين هذية وليت أتي بذلك هو معناها الراهن وكيف فيش عبيرة تشكب على الغنوشي. غنوش المرة هذه ابتلع الصدمة بتكتيك جديد واعتقد انه تكتيك انا تكتيك الضحكة اي تكتيك فكي احكي 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 من هنا انا نضحك فوالا وهذا يزيد يهيج غديك فهمت. البقية انها تقول محمد الغرياني ديجاج بتاتر مقبولة من ناس اخرين يقولوا محمد الغرياني ديجاج تختلف دي. اليوم مع محمد الغرياني بغض النظر على مواقفك منه اولا خلينا نقول الناس كل حرارة حد له وصية على حد. انا محمد الغرياني حر في انه يقرأ المرحلة حر في أنه يعمل مراجعات أنا هذي اللي يعمل مراجعات يولي بيه وبيوع ودرشنية وقلاب ومقلاب كل واحد يحترم روحه في الجانب هذي ويحترم أراء غيره. أنت اخترت طريق واجب العباد عليهم أنه يحترموا الطريق اللي اخترته عبير موسي. أما جاي وبش نعمل محمد الغرياني ديجاج بش نعمل محمد الغرياني ولا نسمحها بمباشرة مهامه نسمحها يا أخي نسمحها كل عاد الناس كل قالت لن نسمحها في إطار الفوضى البلاد هذي الناس كل لن تسمحها لن تسمحها فهمت. تبقى أنا راهو عبر على كمشات خويا أما لست أنت الملك الحقيقة ومحمد الغرياني هو الشر المطلق وانت الخير المطلق. لا اختلاف وجهات نظر. محمد الغرياني عمل مقالك احنا الديمقراطية نحب نعترف بما حصل بالربيع العربي بالتحولات هذه بالانتقال الديمقراطي نمن بالتعايش يا سيدي طارح فرضية انه اسلاميين وتساترة عندهم ارضية مشتركة اي يختلف معها المسألة هذه اما باش يولي يجلد زاد الراجل فهمتي وبيوع وكل اللغة هذيك اللي انا كرهت هذه كلمة ديجاج والناس كل وليت اللي هذا يساهم فيها هذه ديجاج خربت راهي خربت البلاد طيلة 10 سنين كان بالدجاج هذاك عليه أنا أي مصدر ما عنديش مشكلة مع عندي مشكلة مع الكلمة يعني اللي للأسف ولات كل الناس كل تتنافس عليها ماذا خربت أكل عام لبي دي جي اللي خرجوهم في 2011 وكذا معناها باش نجي وزاد حتى اليوم 2021 راهو كي باش يجي محمد غرياني يقول له دجاج ولا قلت له دجاج هذا مراد
بون كلمة ديجاج ما تظهرليش أهم حاجة في اللي تقال، قالتها سامي عبو زاد بعد عبير موسي نجمو لومو زاد طبعا نجمو لومو سامي عبو على اختيار الكلام. أنا باش نركز بلوتو ولي أول مرة لا ما فما مورا برهاني يقول لك فما المنطق، معناتها سامي تقولها لمحمد الغرياني فما شوية منطق، أما أنت عبير موسي ومحمد الغرياني جايين من نفس العائلة. باش نحاولوا نفكوا العائلة. هو ملي جات الكتلة، ملي كبرت الكتلة بتاع الحزب الدستوري الحر وخذيت عبير موسي المصلح بقوة، هاجمت بشراسة مبالغ فيها دون شك النهضة ومن تبعها، وردت الفعل متاع النهضة كانت أنه يتم شيطان عبير موسي، وفي هذا كان فما نقاط تقاطع سيرتو مع الكتلة الديمقراطية، معناها التيار والشعب اللي أولا وبالذات أول حاجة تعاب على عبير موسي هي انتمائها لعادل بائد وانتمائها للتجمع. دونك صار نوع من الشيطنة من الطرفين، كل واحد يشيطن في الآخر، يا خوانجية يا تجمعي، يا خوانجية يا تجمعي، وبالنسبة لعبير مع إضافة جماعة الشعب والتيار. فالمرة هذه مشيت لهم بالمنطق، قالت انتوما ما شيطنتوني وسميتوني الزغراتة، وكأني أنا كي كنت زغراتة ونقول الله وحد ما عنديش حق نكون موجودة على الساحة، فبالتالي كونوا كويرون، كونوا منسجمين مع أنفسكم وشيطنوا بنفس الطريقة اللي أنا تمت شيطنتي بها السيد الغرياني، اللي هو بون توا بعد بعد ما كان في المبادرة ونداء تونس وتحية تونس ارتمى نوعا ما في حق ناظر، وهذا حقه ولا يصادره في ذلك أحد، ولكن ذكرت الجميع وأنه اليوم إذا كان باش نقعدوا على أطلال الماضي فأنه النقاش السياسي سيكون عقيم وغير مجدي وغير مفيد، لكن هذا وقتها زادة يلزمها هي زادة تطبق على روحها شوية وتطوي هي زادة نوعا ما صفحة الماضي، خصوصا مع حركة نهضة اللي ممكن اعتبار أنه عملت مراجعات. أما بالنسبة لي ضربة معلمية ورات وأنه عنده دوليمو زادة، لأنه حاجة مهمة زادة، الكلام اللي قالته عبير موسي فهموه 100% من التوينسة، اللي قالته سي تري كويرون مفهوم، ضحكت راجل الغنوش في كلامها إيه قلت لهم كان أنا زغرتنا راه هو شيف الزغرتة، كان احنا قلنا لا واحد هو الشيف نتاع لا واحد، دونك تكلمت للناس بالمنطق اللي فهموه وفي هذا عملت الديجاج ولا الناس ما حابي مباشرة مهامه ما تقلقكش. والله شوف انا عمري ما كنت مع الشيطان، نعم ام لا سياسة انا حكيت مع سامي عبو على الموضوع، هي مقتنعة اللي يلزمها سامي عبو يعطيني عبير موسي هي نفس الكلام، هي ما قالت انا نحب نسأل العبير تحب تجاوب على سامي عبو وعبير موسي يعملوا في السياسة دونك يعملوا في السياسة، يعتبروا ان رموز في هذه الحالة زعما مادام رمز نظام السابق انطبقوا عليه كلمة ديجاج، انا بالنسبة لي غير مجدي وغير نافع وما هوش معنى. اما يافي دو ليمور يافي سامبا اون تيرم دو سيتي سامبا سيتي سامبا البارح انا كنت تضحك كنت تضحك مش انا لا 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 سيتي سامبا سيتي سامبا والله يا مراتي راهي مراتي سامبا كل واحد الناس فيما يسمبيتونا انا ما نفهمش كيفاش واحد وقت اللي يسمع هو نفسه يعطي الشرعيه لروحه وقت اللي يكون هو في حزب معين واليوم ياخذ السياسه ويكون قيادي كبير وينجم يتكلم ما يسمعش لنفسه وقت اللي عمل المراجعات باش ينجم يخدم في حزب اللي هو امن به. تحب ولا تكره انت محمد الغرياني كان صحيح امين عام للتجمع قبل، لكن اليوم هو صار له زاد تغييرات كما انت صار لك تغييرات في الواحد، ولكن انت مازال ما صار لكش تغييرات. اليوم وقت اللي تحكي على الديمقراطيه انك اليوم تمنع واحد باش يجي يخدم، انا اخترته باش يخدم معايا زلم ولا مش زلم، هذيك حاجه تخصه ولا الناس اللي اختاروا. انا بالنسبه لي الخطاب اللي قالته كويرون كما قال مراد، تحب تشك ماكم قلتوا انا تجمعي هاك جبتوا تجمعي هاك جبتوا عارفي في التجمع كذلك، ما خذيت الكلمه كنت نقولها سامحني، ما يقلقني هذه متاع الناس ما حابي مباشرة مهام، وهذا اللي خوفني كهوان هل تخرج تقول عمل اش تحبوا، بالعكس هي ماركيت بونتو انت ماكم معنا وريت اللي هما فما مشكلة متاع كويرانس عندهم تلقط في التجمع وبعد جيب امين عام تجمع عندك خاطر هو ولا اصحاب معاك تقبلوا انا خاطرني وقفت لك على الصغيرة والكبيرة انا ولي بيا وعلي، هذا كله يستقيم. اما كلغة لن نسمعها من انت لكي لا تسمع الغلطة المنهجية في الجزء اللي هو المداخلة تميزت عنهم شك بتعليهم بالقدي يكونوا مسجمين هاو دليل هاو دليل تناقضكم، لكن ختمتها خاتمه
التقات معاهم ولا اللي تنقط فيهم انتم انت لقيتهم على اساس شنو؟ على منطقهم الاقصائي على منطقه الاولها انت قواده على منطقه الاولها انت بتاع شعب على منطقه كذا وعملوا لها هي في الاخر في الاخر جي تعمل الخلاصه ان حتى هي تنخرط في فلسفه الديجاج ولا فوالا ولا نعملوا له محمد الغرياني وديجاج وما ديجاج. يلا موصل معكم في الرف ماك نذكركم بعد شويه كلمونا على 31 380 ألف بتشاركوا معنا مع الشيل ليكس وتربحوا فيدونج ا دوميسيل. نستنى تليفوناتكم على 31 380 ألف. نعود بعد اخبار الطرقات مع صديقتنا ولفا. يلا اي اف ام انفو ترافيك. مرحبا بكم. مازال شوية ضغط متواصل على دخل تونس الجنوبية من لوتوغوت من حي نور حتى للكبارية وعلى جي بي سات نيفو قنطرة قصر سعيد في اتجاه باردو. الضغط مازال متواصل على الغوتيكس نيفو رونبوان الخزندار في اتجاه السيجومي ومن جهة الأخرى من نيفو سان كليمون حتى للمنزكات في اتجاه المطار. على جي بي 8 التعطيل متواصل من رياض الأندلس حتى رونبوان أريانا وبعده يتعاود نيفو سنتر أوربان نور. من جهة الأخرى من نيفو سيتي أولمبيك في اتجاه حي الغزالة. كيف كيف الضغط كبير مازال متواصل على رونبوان بندحة في اتجاه حي الزهور والتعطيل زاد مازال نيفو رونبوان باب سعدون للي يجيو من الغوت بي 5 من بوشوشه وعلى شارع مفتاح صعدله نيفو راس طابية. الحركه رزينه على رونبوان الخاصه في باردو للي يجيو من الغوت بي 5 وعلى شارع فرحات حشيد مكرين في اتجاه قنطره سيدي رزيق على الغوت 33 وشارع محمد علي في اتجاه قنطره رادس. ضغط زاد كبير على شارع ياسر عرفات نيفو رونبوان الفريت من جهتين وعلى جي بي 9 من نيفو عين زغوين حتى للاك وفي الاخر الطريق من نيفو البروتيل السورتي لشارع ياسر عرفات حتى الاشانجور حي الخضراء. التعطيل زاد على جي بي 10 نيفو برج لوزير في اتجاه رونبوان ارينا. نمشيو لصفاقس نلقاو مازال شويه ضغط على رونبوان الاروقه وعلى طريق العين نيفو سبيطار الحبيب بورقيبه في اتجاه وسط البلاد. الحركه عاديه وخفيفه في باقي الجهات والولايات ما فماش تعطيل نذكرو. نشكرو كل اللي يتفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك يا فما فوت خفيف. كان فما يخبر يهم الطريق كلمونا 58 550 711. سي سروحكم وطريق سليم الناس الكل. طريق السلامة للجميع. موعدنا بعد الفاصل مواصل معكم بالأخبار. يفهم السبعة نتاع العشية نحكي سبور. اتهامات من عند شكون؟ من عند جمهور الفيسبوك. لا يعنيني، أنا أترفع عن الإجابة على ما وراء الكلافي ويقولوا كلام ولا ما يقولوش. عندي 30 سنة في الإعلام. فور بلوس كل نهار اثنين ثلاثة خميس وجمعة. لا يشوش عندي حكاية حي دريبك والله بالحق هذا عبد السلام شو اسمه عبد الستار عمام ويكون يحكي لنا شو حي دريبك فهمتي ولا ربي جو سوي ما في وكذا وانت علاش معمرك جيت لي توالا ما ادراك انت شو تخطيب لوغانو ولا لوغونا ثلاثيم ديفيزيون. اه تقول لي ليه هو في ليسبيرونس؟ هي جاو قبله في ليسبيرونس ما حقوش القاب هيف. دونك معين الشعباني بور موا سي لونترونور ايديال بالنسبه ليسبيرونس في الوقت هذا. ويا رابطه وخيتي كيما يقول عادل المازني فك علينا راهو فضيحه وما يليقش بيك. راهو ثلاثه ارباع من اعضاء الرابطه مش مقتنعين بالقرارات اللي ياخذوا فيها. ابون سبور بلوس مع ايمن زروق سمير السليمي حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني. اي اف ام احلى راديو. تحب تعمل فيدانج في دارك ولا في بيروك؟ جديد شيل تقدم لك الخدمة هذه وتجيك وين انتي. شيلي ليكس فيدانج ادوميسيل تحط على ذمتك مختص باش تعمل فيدانج وتشيك كومبلي ومعاهم تعقيم مجاني لسيارتك. يكفي انك تتصل بالرقم 36 133 ألف ولا تريزيرفي على الباج فيسبوك شيلي ليكس فيدانج ادوميسيل. شيلي ليكس منصوح به من قبل اغلب مصنعي السيارات في العالم. رافماج مع رفيق بوشناق على اي اف ام احلى راديو. البوكس نيوز مكمل مع السندريلا موصلين معكم بالاخبار. نحكيو على محمد رمضان ومايك تايزن. نحكيو على مايك تايزن. نعرفش كان مراد سهرت نهار السبت ولا لحد الاربع متاع الصباح. مقارنه بهذه اسطوره الملاكمه الامريكي مايك تايزن اللي عمره 54 سنه نلقاوه في مباراه اسطوريه في الحلبه واللي جمعته مع جونز اللي عمره 51
50 سنة وفات المباراة بالتعادل في طابع استعراضي وتقامت المباراة هذه في لوس أنجلوس وظهر واضح على الملاكمين حسب النقاد أنه عامل السن كان عنده تأثير كبير لكن تايزون حافظ على لكمته القوية وقالوا برشا كلام به على مايك تايزون سورتو على بدنه يا حاج اللي مازال محافظ عليه فما برشا تعليق من بينهم مساج قوي عداوه الاثنين هو صحيح ما فماش رابح احتراما لقانون اللعبة ما كان واضح عليهم قديش محافظين على لياقتهم البدنية فما اللي قال حتى هو ماخو شبعة فلوس على الطرح هذا سنورمال باش يكون الطابع الاستعراضي موجود فما اللي قال أنا بقيت ساهر الأربعة متاع صباح غير باش نتفرج فيهم ونتفكر أياماتي وقت اللي كنت صغير نتفرج فيهم في كانال بلوس وفما اللي قال الأسطورة مايك تايزون يبقى وحش حتى في سن الخمسين بالنسبة لي هو رقم واحد بدون منازع. شوف بدن مايك تايزن في 52 ولا 54 سنة اكسبسيونيل على الأقل التصويرة شوفونا تصويرة بسورية باش واحد ما يتعقدش بربي من تايزن نظرا لفارق السن ولكن رجعنا هكا حتى في مخنا مخيلتنا للزمن الجميل وكانال أوريزون ما أدراك مقابلة تايزن اللي ساعات تمشي جيب دبوزة ما تلقى المقابلة وفات وانت سهر لها للأربعة متاع الصباح أفضل ملاكم عبر التاريخ بالنسبة ليك بورين شكون تبع ساعة بوكس مغروم كيف الناس كلها طبعا شكون الأفضل بالنسبة لي احنا جيل محمد علي كلاي احنا محمد علي وماتشويت وإذا كان واحد كان يقوم الأربعة بتاع الصباح والخمسة بتاع الصباح تتعمر المونجالة كيما للسحور كانت معهم وقتها وين كانوا يعديهم مقابلة كلاي في الرايد إبراهيم محويشي يعلق عليهم إبراهيم محويشي ويستنوه ماتشويت ومع فوريمان ومع فريزي وماتش كنشاسا معناها التاريخي معناها اللي تلعب غديك في الواحد محمد عليك لاي بتبيع تايزن هو الجيل اللي بعده كذا مراد انا تايزن فما حاجات ما نجمش نسيهم خاطر كان في اول تجربه مهنيه نتاعي 94 95 96 كانت ناس تجينا السياج نتاع كانال اوريزون في نهج شارع الهادي نويرة وراء البنك المركزي وتشد الصفوف في حاجه ممكن تتذكر لافي والماتشوي ديما نهار السبت نهار الخميس نهار الجمعة على زابونمون بالديكودور وقت مازال الديكودور الكبير ساعات باش تفرج كومبا يدوم دقيقه دقيقتين انا نعتبر انه تايزون ممكن كان اقوى من محمد علي كلاي لانه حتى في عدد مباريات لعب اكثر شويه من كلاي وعلى خاطر ممكن جاي في وقت المنافسين ممكن محضرين اكثر شويه مي بون نقاش لا ما نجموش نحسمو فيه انا بصراحه ما متعتنيش المباراه مع بون فيها برشا فلوس بزنس معناها ما فهمش مشكل هذيك هي مي كسبكتاكل لا ابار انه تايزن حاضر فوق الرينج مره اخرى تقريبا ما فما حتى شيء برنس تبع برشا بوكس انت محمد عليك لاي انا كنت نخدم الدوبل في لندرا باش ندخل له خاطر جاي العب في الرويال أربيرت هول في لندرا وأنا مشيت فرست فيه ما عليناش مش هذا محمد علي كلاي أعطاه رونق آخر وجمال آخر للملاكمة الوزن الثقيل والحاجة الحلوة ما نعرفش كان كنتوا تتبعوا فيها ولا لا وأنه من يبدأ الكومبا فما واحد يقول في كلام شخاد يقول محمد علي let's go home محمد علي let's go home يحب يروح خلينا نروحوا معناتها يشجع فيه باش يطيحوا في السكوندة الأولى باش يروحوا ثم فما ملاكم آخر في وزن أقل هو نسيم الإنجليزي اليمني هذاك زاد هذاك عطاه الملاكم رونق آخر تايزن بوالور يضرب وكل شيء أما بالنسبة لي أنا محمد علي ما فهمش كيف بون برنس نسيم مشى ياسر في الليكسي وخسر مقابلة واحدة كانت السبب في نهاية الكارير نتاعو تصوير برنس نسيم اليوم مقارنة برنس نسيم وقت اللي كان يلعب حاجة لا تصدق تقريبا أربع خمسة أضعاف الحجم سمن تنو بعد على الرياضة بعد نحب نسأل الحاج خاطر الحاج هو الذاكرة بتاع الرياضة في تونس بين الأسطورة والخيال قصتك الملاكم التونسي بتاع يا فلان قوم شو اسمه هو يا ابراهيم شكون يعيطوا له يا ابراهيم قوم يا ابراهيم قوم لا لا هذيك موجوده بالجد ولا هذيك موجوده وين عملت له سبور زمان على ذاك ظلموه راهو شو اسمه توجيني اسمه هو ظلموه هو جايبينه مع بوكسور كبير ياسر باش يلعب في تونس لكن هو وقتها ضربته التونسيون لا يا معام يا ولدي معروفه الحكايه طاهر يا طاهر قوم يا طاهر قوم راهو طاهر بالحسن وقت اللي عملت له انا يبكي تعرف على شبكي قال لي حاج راهم ظلموني عنده التونسيون طالع ما ينجمش يلعب وجبروه قالوا له كيفاه جايبينه من برا ولعب
كيما تسمع في ابراهيم يقول له يا طاهر قوم يا طاهر قوم، يعني فما ناس دخلت والمقابله وفيها وي ما يخلى من ري ما عادش شفتوا مراد كيفاش في الثانكس جيفينغ نتاع الامريكان تايزن جيب جاتو تفكر فيها الملاكم اللي كلاله وذنه وعمل الجاتو في وجه الملاكم هذاك وقصله الوذن نتاعه وكلاها معناها وهبطها التصوير هذايا مع الملاكم هذايا وكانت من المقابلات اللي ساهمت في سقوط مايك تايزن نحو الهاويه حتى شعبيته وفي صنع اسطورته كي ولكن ورا هكا وكانه ضعف لدرجه انه ولا يقدم في هو لانه بالبوني ما عادش عنده فيلد للتاريخ وننهي مع الاخصائيين اللي تذكروا الكومبا هذايا تايزون هوليفيلد هوليفيلد عمل كل شيء باش يستفز تايزون وضرب تايزون اكثر من مره في المونتون في المرفق لا ضربوا الدماغ مره في عينه في عينه ومره هوني اللي هي اكثر حاجه توجع بوكسر بيان سور تايزون ما حقوش قدمه من وذنه ولكن راه هوليفيلد ايفاندر هوليفيلد وما ادراك استفز الى ننصحك الراف والله فيهم برشا فلوس كان تستثمر جيل مبادره من عندك تعمل لنا طرح حكايه في الاوبن سبيس بين الناصر البدوي والحاج هكا بشرط بركه واعطيني في التورس نيوم والله, والله تجي حلبة كوميديه حلوه برشا حاجه فهمت فك الخلعه نتاع البوكسريت الهويه كاميرات ورينا نكملوا البوكس نيوز بعد شويه ولكن قبل هذا نمشيو مع الجو شيل اليكس كلمنا على 31 380 الف نتعرفوا على صديقنا اللي باش يلعب معنا تو سويت Chez Lilix, vidange à domicile, flexibilité, sécurité et qualité. توا جاء وقت الربح مع شيل إليكس معنا في التليفون صديقنا حسام بن جمع. حسام صباح النور. صباح الورد سي رفيق. كيف الحال يا حسام؟ والله الحمد لله بوجودكم انتم معنا في الكهرباء. يا رب بفضلك الصحة بخير والعائلة لاباس. والله الحمد لله في نعمة. في نعمة ربي ديما نعمة. شنو تعمل في الدنيا حسين؟ عايشك. والله موظف في شركة خاصة. موظف في شركة خاصة، أمور الشركة لاباس الإخلاص في وقت مليك للأمور. والله شوية شوية وربي يقدر الخير، يمكن من هنا الرأس العام يمكن باش يوقفونا على الخدمة. يا لطيف. شركة نتاع شنو حسين؟ تعمل لامبور نتاع برودوي كوسميتيك. ان شاء الله يا حسام ان شاء الله ان شاء الله بعد راس العام يجي الاخبار السار وترجع الشركه امورها واضحه وتقعد ان شاء الله في خدمكم ولاباس ان شاء الله ربي يجريها على السلاه يا حسام ان شاء الله ان شاء الله محل صعيب شوي ان شاء الله نعم خلينا نتفائل يا امل خلينا نكونوا متفائلين خلينا نبدلوا شويه الجو نبدلوا الجينيا ونمشيوا للربح حسام نلعبوا على فيدونج دوميسيل من اهداء شيل اليكس السؤال يقول شنو الرقم اللي يتكلموا عليه باش نريزيرفيو الخدمة الجديدة نتاع شيل إليكس. دخلت توا على الباج نتاعكم ولقيت النومرو هو 30136000. قداش الرقم؟ 30136000. متأكد من الرقم يا حسام؟ دخلت وشفت الرقم؟ والله يسمع مش متأكد برشا خاطر أنا نزلت كي كابتيتو والكونيكسيون في التليفون تحت على برشا عكس. برشا عكس يا حسام، برشا عكس صديق، هي مش 30 هي 36 36 بعد 136 ألف لا مش 136 ألف 130 ألف مش 133 ألف تسيبني عادي انا قلت لك 103 باش كمل 30 103000 33 انت قلت من الاول 130000 ولا ايه؟ لا قلت لك 136000 من الاول انا في عوضي 136000 قلت لك 103 30 133 جوابك صحيح مبروك عليك 36 133 ألف 133 ثلاثة أصفار هو الرقم اللي تنجم تريزيرفي عليه السيرفيس الجديد والخدمة الجديدة نتاع شيل إليكس الفيدونج أدوميسيل مع تعقيم مجاني لكامل السيارة باش تاخذوا أكثر معلومات باش تدخلوا زادة على الباج فيسبوك تلقاو أكثر دي ديتاي في علاقة بالسيرفيس هذا كلمة الختام ليك يا حسام كان عندك على شكون تحب تسلم يلا والله نحب نسلم على الوالده وعلى اختي وفاء ورجاء وطارق سيرتو ورجاء اللي في الامارات توحشناها برشا برشا وبربي عندي تعقيب صغير بسي تي اس انا راني فان ياسر تي اس ام ونسمع فيها صدقني ثمانيه شويه باش ما نبلغش عندي تعقيب صغير ياسر ما نجمش نوصلوا لخلودك اللي تعمل في البرنامج بتاع نص النهار صديقتنا خلود اي سلام عليك صدقني ديما نص النهار نقوم نطلبها ما تحصلش عليها حبيت نقول لها زيد معناها قسم الكلمة أكثر معناها صدقني ساعات والله يا سي رفيق وأنت تعرف ساعات نبدل راهم يتعاركوا ماهمش يتناقشوا يتعاركوا حبيت نقول لها زيد معناها
ركح شوية البرنامج. أنا باهي مو ساعات المواضيع تبدا سخونه وحتى الكرونيكور ينفعلوا ساعات ويحكي وكل واحد يحاول يعطي الراي والوجهه النظر نتاعو يصير معناها اي بلاتو ينجم يصير فيه ساعات للحظات هكا انفلات حتى احنا تسمعنا لهنا وصديقنا ما تنساش حاجه مش ناس كل ديكتاتورين كيما رفيق معناها خلود ديمقراطيه وتحترم الكرونيكور نتاعها احنا رفيق هنا بالعقاب بعد ما يوفى البرنامج هاو يشد بوريان هاو يشد مراد هاو يشد هو قال جمله انا نرجعها لي قال يحترم الكرونيكور نتاعها خلود انا اربى بنفسي انه مراد الزغيد يقبل يخدم في برنامج المنشطه يحترم فيه الكرونيكور انا ما نرضاهاش نروح في بقعتك انا ما نرضاهاش نروح يلا صديقنا مازلت معنا حسين هاك رميت قنبله في البلاتو يلا حسين نسلم عليك برشا مبروك عليك الفيزونج دوميسيل من هدايا الشاليليكس نذكركم تطلبوا على 36 133000 يهز عليكم كونسي ولا كونسيير شاليليكس فيدونج دوميسيل اربح وقتك ونقص من مصروف الكرهبتك. بعد الاخبار نعود للبطاقات لتسعة ونص مكملين ما تبعدوش. اي اف ام ميتيو صباح الخير نهاركم زين على اي اف ام احلى غاديو. اليوم الاثنين 30 نوفمبر نستقبلوا الجمعه الجديده في ثاني ايام الشتاء باجواء مسحبه في الجهات الكل. في العشيه باش تتواصل نفس الاجواء وما فماش امطار وتتميز اليوم مناطق الوطن القبلي وجهه الساحل بريح قويه شويه سرعتها توصل 45 كيلومتر في الساعه في هبيت وتكون الريح معتدله في باقي المناطق ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعه. درجه الحراره في استقرار ويكون اعلاها بين 17 و 22 درجه وتبقى في حدود ال 15 درجه في المرتفعات. نعملوا تحبيسه صغيره مع بعضنا نشوفوا الاجواء في بعض المناطق. نبداو ببنزرت وين تسمعونا على 107.3 نقاوس ميم صحبه شويه الريح سرعتها توصل 17 كيلومتر في الساعه والحراره في حدود 19 درجه. من بنزرت نطلعوا على القروين وين نقاوس ميم صافيه نهار كامل الريح سرعتها ما تفوتش 16 كيلومتر في الساعه والحراره في حدود 22 درجه. موعدنا جاي في فلاش ميتيو بعد ساعه خليكم معنا مازلنا مكملين مع رفيق بوشناك وتوت ليكيب في الرافماك. اما توت سويت وقايت الاخبار يا فن طوال 9.4 دقائق في تونس 10.4 دقائق في القاهرة. أخبار الاثنين 30 نوفمبر مع سالمة هلال. مرحبا. مرحبا. الحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب من طالت بطالتهم وحاليا يتم جمع المعطيات والأحصائيات اللازمة. هذا ما أكدته الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسنة بن سليمان في البرلمان. اليوم هل يمكن أن نعد ميزانية في بند يتعلق بصيغة انتداب؟ لا يمكن أن نعد قانونا في صيغة انتداب. بالنسبة للموارد يتم العمل عليها فعليا وحقيقيا عندما نعرف من هم المعنيون بهذا القانون، قديش عددهم، الاختصاصات متاعهم، قديش العدد حسب الاختصاصات، وهذا لا يمكن أن نرقمنه طالما أن هذه المنصة لم تعطينا بالدقة المطلوبة ما هي الاختصاصات وما هي المعطيات الدقيقة. ويتم العمل اليوم بصورة جدية على أن تتوفر كل هذه المعطيات. أنتم تعلمون أنه مقترح قانون لم يتم إعداده سابقا في الإدارات، لم نجد أي ملف حول هذا المشروع. مصالح الحكومة تعمل على استكمال قانون هيئة الاتصال السمعي البصري في أقرب الأجال. هذا ما أكدته ثريا جريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني. قانون أخير يهم هيئة الاتصال السمعي البصري الذي تعمل مصالحنا على استكماله في أقرب الأجال على أساس مقاربة تشاركية ومنفتحة على الهيئات المهنية وفي إطار تصور سياسة عمومية قابلة التنفيذ وسياسة بطبيعة الحال تكون ناجعة. إذا اعتمدنا في تركيزه تأكيد على الصبغة الاستعجالية لهذا النص وضبط آجال ضيقة جدا لاستكماله، واعتمدنا كذلك الصبغة التشاركية. بقية أخبارنا في عناوين. عودة منتظرة اليوم النشاط معامل الغاز في المنطقة الصناعية في جابس. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع ميزانية الدولة 2021. مديرة ديوان رئيس الجمهورية تعلن أنه تم الانتهاء من إعداد نص مشروع مؤسسة فداء والموجه لفايدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية.
انطلاق لعمليات شحن اللقاح فيروس كورونا اللي أنجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع بيونتك الألمانية، وتم نقل الدفعة الأولى من اللقاحات من بروكسل لشيكاغو. موعدنا يتجدد في أخبار العشرة، وتنجموا تتابعوا برامجنا وأخبارنا على إف إم تي في على اليوتيوب. اليوم الاثنين نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات إف إم. اليوم 9:30 جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، 2:30 فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي 1:30 انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707، واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهجة تريبينال مدي 2:00 يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4، 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا اللي صار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706 في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم 9:30 جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، 2:30 فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي 1:30 انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707، واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهجة تريبينال مدي 2:00 يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4، 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا اللي صار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم.
من 9 ل 10 متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون. طارق الحناشي وبقيه ليكيب والضحكه جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معنا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم 9:30 جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، 2:30 فيهم برشا ضحك وبرشا ضمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت صحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهجة تريبينال مدي ساعتين يحكي لنا. نحكي لكم عراف اللي ما دار مش عراف، هو رفيق الطريق يحط النقط على الحراف، طويل ومعه متر لا نايم يوصن يا ساتر، ومعه البرنس الكنز بثمار وفانات وميجا زيد زياد وزيادات والطالون تاع سندريلا، ويبادر بدو يبنقشاته يقولوا شادد قول الشلة، الجود فايبز موجود غرياني ندرة سوكيوت، وصغيد يركح ويشوت راف ماك عليو في السوق. علي الراف ماك، علي الراف ماك، علي الراف ماك، علي الراف ماك. التسعة ونص الرحلة ما زالت مكملة في الرف ماك، موعدنا تدفيت مع البطاقات كحفظيك. كارتون دو جور. يلا سيدي نحكيو كورة، نهائي رابطة الأبطال الإفريقية تشامبيونز ليغ، التاسعة للأهلي 2-1 ضد الزمالك المصري، صنف كنهائي القرن. شفنا كورة مزيانة، شفنا مقابلة حلوة، وشفنا أهلي مرة أخرى ثقافة الانتصار، ما كانش الأفضل فوق الميدان ولكنه فاز 2-1 في سيناريو ذكرنا شوية بالأهلي سي اس اس في تونس في أولمبي رادس. ما تعرفوا مليح ناس البدوي مش احكي على هذا الكل تتسويت صحيح. فما حاجات مهمة برشا نجم نقولوه من الكرة المصرية قاعدة ترجع لعنفوانها، تعرف الفترة الأخرى الكرة المصرية تحت شوية من ناحية الفرق، وخاصة فريق الأهلي كان بعيد شوية على الشامبيونز ليج في الفترة الأخرانية كل، لكن تشوف الزمالك والأهلي تتأكد أنه فما استراتيجية كاملة قاعدة تتحط وفما كرة قاعدة تتطور، والفرق المصرية بكلها بصفة عامة فما أموال قاعدة تضخ في البطولة هذه قاعدة ترجع في النسق العادي بالنسبة للبطولة المصرية. النهائي هذا أكد الكلام هذا أنه اليوم شفنا نهائي في مستوى عالي برشا، أنه كما قلنا قبل المباراة كانت 50-50، يمكن جزئيات تلعب فيها وبالحق جزئيات هي عملت الفارق بالهدف الثاني اللي سجله مجدي، معناتها كان مهم برشا بالنسبة للأهلي خليه يتحصل على لقب التاسع في تاريخ الأهلي المصري، اللي حسب اعتقادي راه مش حاجة عادية أنه فريق كبير كما الأهلي المصري تحصل على التاسع لقب نتاعو، حاجة غير عادية. وخاصة يا رفيق أنت وقت اللي نحكيو على الزمالك والأهلي نوعا ما، وقت اللي تشوف الزمالك معناتها في البطولة وقت انتصر على الأهلي أكثر من مرة في البطولة هذه في السنة هذه، يعني اليوم تقول نهائي تجم الزمالك تنتصر فيه، لكن في نهاية الأمر الواقعية وكل ثقة وكل لي تراديسيون وكل التاريخ اللي متعود به الأهلي معناتها خلاه ينتصر. اللي زاد معناتها المباراة هذه ما نجموش نحكيو على المباراة من غير ما نحكيو على مرتضى منصور اللي بالحق قبل المباراة كان مشى لملاعبيته وحفزهم وقال لهم راهو انتم احسن فريق احسن فريق احسن لاعبيه راكم احسن انتم اللي ربحتوا الاهلي هذا. زاد اللغه تبدلت برشا بعد النهائي مشى زاد لملاعبيته وكان حفزهم وكان زاد قال انا راني ما نهنيش الاهلي المصري لعده اسباب. السبب الاولاني انه 3000 محب من الاهلي المصري كانوا موجودين في الملعب وانا ما دخلتش للملعب، انه برشا مشاكل صارت في بين اشواط، وفما خاصه انه قال انه الحكم تبدل وما ظهر ليش الحكم ما كانش غير معناتها لا لا مرتضى منصور ما تعرف هو عاده ديما يحب يشكك في اي لقب يهزوا الاهلي المصري. لكن اللي نحب ناكده في الكلمه الاخرانيه نتاعو ان اليوم راهو ضد بيننا التوانسه والكره التونسيه اللي كنا النرجسيه اللي احنا رانا احسن بطوله عربيه واحسن وحوت في الدنيا الكل، راهو فما فرق قاعده تخدم خير منا
سواء في الجزائر سواء في تونس سواء في المغرب، ردوا بينا خاطر راهو بالحق احنا بالمشاكل اللي نشوف فيها الماديه مش خالصه ملعبيه، واحد يخلينا ردوا بينا على رواحنا وعلى الكره نتاعنا. الارقام متاكد انه الفرق المصريه بعيد علينا كل البعد في علاقه بالهيمنه القاريه والافريقيه، فما حاجه بعيده على التحليل الفني ما نعرفش، وكانه القدر ساعات يختار معنا كل مره الاهلي في الخمسه دقائق الاخيره، هي ثقافه انتصارات، هو حظ، هو ما نعرفش الربح يجيب الربح واللقب يجيب اللقب، لانه زمان كان الاقرب للامانه في سوره تيران كان خير شويه، كان اقرب شويه للانتصار، ولكن مره اخرى كوره في الخمسه دقائق الاخيره ضربه حظ ما نعرفش مبرمج ليه ولا يترانا كذا تختار الاهلي، تعمل بالحكايه هذه نتاع القدر ساعات ورهان في الكوره، الربح يجيب الربح، حاجه ما تلقاهاش تفسير معناها حتى في اسوء حالته سرق الانتصار في رادس انا نذكروه دقيقه 92 تقريبا شويه توانسه الكل طاقه الربح اسمه تقف ولا ثم حاجه طاقة الرجيش. الربح في ركض الكوره سامحني ابراهيم لا خلينا نتعسف عليك على خاطر الماتش هذا كبير انا عشته، ثم زاد الثقافه نتاع مدربين ما تعرفش تتعامل بعد ساعات مع المباريات محجوب اي اي حرام عليك انا نقول لك انا نتحمل مسؤوليه حايروا في المواجع لا توا خاطر انت تحب تحكي في حاجه اللي انا عشتها وكنت موجود فيها وكنت رئيس فرع موجود انا نقول لك فما فترات اللي راهو فيها المدربين ولا المسؤولين ولا الحراس ولا الملاعبية تعمل الفارق، راهو كيما ملاعب ياخو انيسياتيف من الاربعين ياخو معناتها الثقة الكل ويشوت ويمركي، مش أي إنسان عادي معناتها لازم يكون عنده ثقافة نتاع فريق كبير، هذاك علاش أنا قلت لك راهو جزء من الشغل لا لا فما دي شونجمون صاروا روتار انا خاطر ما تنساش زاد الحكم مظلمكم نهارتها معناها لو كنت جعتكم حقكم وقتها راهو زوج بونتو نتاع الزيادي راهو هزيتو تشامبيونز ليغ وراهو مراد على الاعناق خاطر هي كانت خياراتها مراد محجوب نحكي لك بصدق ونعطي رايي زاد انا نفهم شويه الناس تفرج نعطي رايي كان متفرج على الاقل كان الزيادي دوزو رجول ينحاهم له كوفي كوجا وثما بونتو يظهر ينحاها ولا بونتو نحاها تاع طارق الزيادي راك رابحين دو ولا ثلاثه زوز ولا ثلاثه راهو هزيتو تشامبيونز ليغ وراهو مراد على الاعناق واليوم عاملين له سامر سامحني انا نقول لك اكثر من هكا كيم لاعبيه مازالوا خمسه دقائق تخرج للببليك وهي صفق واخرج وتي تلعب ضد الاهلي المصري تخلص كاش اي ما انت تبقى مسؤول على باش باش نعمل وانا في وسط الصاد باش نعمل تنكسر باش يعملوا مرات يلزم الناس تفهم ما فما تحضير ماتش كامل وفما تحضير معنا. فريق خاطر احنا راهو حكينا في اللغه قبل الماتش هذاك خليني حليت لي نعطيك نص ساعه لي لحظه خلينا نكمل انا باش نقول تمرد واصل مش تسعه سبور اي خليني نكمل مادامك حليت لاكس هذا خاطر موجوع بيه انا بالطبيعه خليني نسير رفيق نكمل اللي ناكدوا انه تحضير المباراة هذيك ما صارش كيما ينسى. واضح واضح معناها نمشي نقول لك على جبتوه مراد محجوب ما كنت جبتوه انت ورئيسك ولا انتوما جبتوه يا ودي ايش نقول لك راه نحكي على ماتش ما كنت تحكي على مدرب غير كذا كذا انتوما جبتوه وماشي تلعب في الشامبيونز ليج نحكي على ماتش في الماتش هذاك السؤال اللي قاعد في قلبنا ناصر انه نيت فيقسي وقعت في عمليه معناها خلل منهجي في فك الفازات اللي انت مستانس تعملها بحيث ركزتوا انتم على كوجا والتقرب كوجا والاهلي شريت الجيوش مع الجيوش صحيح لا انا مش في جيبك لا لا بالضحكه بتاعك من عينيك من عينيك كده انه الجيوش شريتوا الاهلي موجوده اي موجود وقتها دشينا واحد على الكوجا لا ما حطيناش احنا كان جينا حطينا رنا زينا برشا نمشيو للبيب نمشيو للبيب ونرجعوا لكم بعد شويه يا سي ناصر انفعل ماري ساعتين محمد السياري يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. الشرطة تلقات بلاغ يقول أنه المنتج السينمائي ورجل الأعمال أونري كايل اقتل في داره. وبالطبيعة وقت اللي يجي بلاغ من بلاصة كما بلاغ البوليسية يجيو يجريوه فاتا ورات. عكس البلاغات اللي يجيهم من الأحياء الشعبية والفقيرة. مع الخمسة متاع العشية البوليس اللي كان موجود في الاستقبال تجهر يشوف في مراه قدامه طويله سروله كملت الزين وجايه مصرار عينين خضر يغرقوا بلانسي حارق وشعر اصفر بسبسب هابط على كتاف اشنية قنبلة البوليس فرك عينيه مرتين باش يصفي في ناراته ويراها مليح تفضل يا لله تفضل باش نجمو نعاونوك نهج التريبيونال
كي سبتك تذكرت اللي عندك عزيزك تسهل عليه. تعبت يا بابا عزيزي، الدنيا غليت وما عادش خالد. جيل توا مشكلتكم ما تعيش وكان في الحاضر وعمركم ما تخموا في المستقبل. كيفاه بابا عزيزي؟ للدخار وما أدراك من الادخار، هكاك تعيش مرتاح واللي تخبيه اليوم وغدوة تلقاه. اي كيفاش نعمل؟ هاوكا البنك عاملة برنامج ادخار هايل. أنا بنك بابا عزيزي. الاس تي بي وهي فما غيرها. مع اس تي بي اللي تخبيه اليوم غدوة تلقاه. نعرفوا غرامك بمشروعك والأفكار اللي عندك الكل باش تطوروا، نعرفوا الوقت الكل اللي تعدي تحسن في منتوجك وتلوج على الفرص. هاوك عليه في سويفر، نخضع عليك مشاكل الفاتورات باش تركز في اللي أهم. سويفر أول لوجيسيال دو فاكتوراسيون اون ليني مطابقة للكونتابيليتي تونيزيان. حضر فاتوراتك وتبع حسابك من أي بلاصة بأعصوم اون توت سيكوريتي. والأكثر معلومات كلمونا على 36 0 18 000. Suiveur, votre spécialiste de la facturation en ligne. Dépêchez-vous, aujourd'hui chez H&M pour votre dernière chance d'obtenir jusqu'à 50% de réduction sur une sélection d'articles lors de notre événement Black Friday. Trouvez tous vos favoris de mode pour femmes, hommes, ados et enfants. Faites votre shopping chez H&M maintenant au centre commercial Tunis City et Azure City. Dépêchez-vous, l'offre se termine aujourd'hui. انتم تسمعوا في راف ماغ البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس على اي اف ام احلى راديو. علي راف ماغ 29 دقيقة موسين معكم في الراف ماغ، موسين بالبطاقات وسين نصر وصل الانفعال وحتى في الفاصل نصر المرة راكي اعترافات خطيرة، اعترافات خطيرة. قال من الجواشي قلت له ما تتشد الشعر نظرني بالحلاب اللي قدامه. الجواشي كان ينجم يعمل فوريجا قال لك الجول اللي يعمل الديفيري انا راهو اللي يعجبك فيه فما نقول ما عنديش مشكل. أيه الجول تقوله يعمل باراد اللي فما تقولوا بعد 14 سنة معنا ما نعملوا به. يا أخي تقول كان ينجم يعمل إيفور، كل البنتوات تتبركة خطر الحارس ما ينجمش يعمل إيفور ولا ما يتبركش. بربي في 20 ثانية ماش عندي وقت وعندي بطاقات. شو عملت باش ترقد نهارتها ناصر؟ خاطر خدمة كبيرة. شنو عملت؟ رقدت قريت القرآن ورقدت. بالحق باش نجمت تشربك الصدمة هذيك شو عملت؟ لا سورتو يا ناصر باش نجمت تشرب الصدمة، أنا نركز على تشرب الصدمة شو عملت؟ شربت القرآن ورقدت. قداش قرآن أبو فريد؟ خلت الصدمة في حاجة 60 حزب ولا لا جزء عامة جزء عامة. نمشي وي برهي نحكيو على مشاكل القضاء والقضاة، برشا تصريحات في علاقة بالإضراب، تفاصيل نعود على كل التفاصيل مع برهان توتشيتي. يتواصل إضراب القضاة يبدو التمديد 5 أيام أخرين في ظل تقريبا أنه الأمور بدأت تنفلت على السيطرة، خاصة مع الاختراق اللي تعمل لإضراب القضاة من طرف وزير العدل اللي أدلى بتصريحات معناها هاجم فيها القضاة بشكل مباشر، وتصريحات تقريبا استغربها الجسم القضائي أنه لا فقط لم يتفهم المطالب بتاع القضاة بل هاجمها وقال القضاة هم أعلى عباد تاخذ وتخلص وعطاء معناها بعض الأرقام وراهو إذا كان فما زيادة في الشهرية فيستحقوها فئات أخرى، وكان هجوم يعني عنيف من طرف وزير العدل على مطالب القضاة وإضراب القضاة، زاد برشا شكوك في الحقيقة حول شرعية المطلبية اللي رفعوها السادة القضاة. أنا أعتقد أنه الجسم القضائي في حاجة لكثير من الإصلاحات، ظروف العمل في المحاكم الناس كل تعرف ليها ظروف خايبة، ظروف عمل القضاة الناس كل تعرف ليها ظروف خايبة، حتى قصة الزيادة في شهري القضاء والله ويزمها تتناقش، خطر أنا مصلحتي قاضي معناها تكون عنده الضمانات في حياته المادية، هذاك هو اللي بشمنا علينا كل أشكال التجاوزات والرشاوي والحكايات هذيك. ولكن للأسف السادة القضاة وضعوا مطالبهم ووضعوا إضرابهم ضمن دائرة اتصالية فاشلة برشة، ولا حديث حل مطالب في نهاية الأمر هاو سمعنا حكاية جواز سفر دبلوماسي، هاو سمعنا حكاية السبيطار أنه نعمل مستشفى خاص بشي حل علينا ببلا، يعني هذه الأخطاء الاتصالية اللي تخلي قضيتك العادلة في نهاية الأمر فاشلة. هاو سمعنا آخر حاجة مطالبة بالفرد أنه القاضي نجم يحمل سلاح معناها كذا، خاصة القضاة اللي مبشرين قضايا الإرهاب في الوقت اللي الناس كنت تعرف أن مرافقة أمنية من حقهم في هذا الجانب، إضافة إلى
طول مدة هذا الإضراب تقريبا غير مسبوق. أن اليوم بش يدخل في 10 أيام كاملين وما يعنيه ذلك من تعطيل مصالح المواطنين في عديد الملفات الخاصة بإطلاق السراح، الخاصة بسرعة النظر في القضايا، والناس كل تعرف يعني اليوم إذا كان فما مشكلة كبيرة في القضاء وفي الملفات القضائية هي طول الوقت طول الوقت بما يعنيه ذلك من استنزاف في الحرية بالنسبة لبعض الناس الموقوفة في المال وفي التنقل إلى غير ذلك. بالتالي شكون ينجم يحكم لغة العقل وتصريحات الوزير مثلا مش بجديد أجج الأمور أي الرأي العام أي اليوم السادة القضاة يعني أمامهم مجهود كبير في أنه يجعلوا من إضرابهم والمطالب متاع الإضراب يعني مبررة قدام الرأي العام، لأن الرأي العام اليوم أصبح ينظر بكثير من يعني من السلبية تجاه يعني القضاة، وهذه مشكلة راهو ديما الجسم القضائي ينبغي أن يحافظ على المهابة متاعه كي نوليو نتعاملوا معاه كما أي جسم آخر في مطلبيته النقابية اللي قدم لمنة على النقابات ولمنة على الاتحاد العام توصيل الشغل. حتى مرة الاتحاد لمشي تقريبا في إضراب حتى التو بتاع 10 أيام إضراب رسمي متبنيته الهياكل الشرعية بتاع الاتحاد العام توصيل الشغل، رغم كل ما يعمل الاتحاد إضراب تقوم عليه القيامة. هنا مع القضاة ويبدو أن المدة هذه راهي ما تخدمش برشا صورة مطالب السادة القضاة، والمحامين دخلوا على الخط وعميد المحامين قال لك مش معقول عندنا مصالح محامين تخدم، وقال لك وقت اللي المواطن ما يلقاش الحل في المؤسسة القضائية ويقعد يستنى ينجم يمر هو أنه ياخذ حقه بيده وتولي مشكل سلم اجتماعي. والله أنا بالصدفة نهار السبت جمعتني صدفة مع زوز قضاة وقعدنا نحكي وبيان سور وعطاوني رأيهم، ولكن يحكي معي قاضي مثلا يقول لي أنا باش نجم نقري ولادي كيما نحب كيما انتم تحبوا كيما الناس الكل وكذا تلزم نعمل برشا تضحيات منهم هذا مثلا جبد لي وراني باكو دخان قال نشري الدخان هذا المضروب باش نجم انا نعيش ولادي من التضحيات نحي من ماكلتي ونحي كذا. قال لي انا ما نجمش الكاسكوت نتاع 10,000 اللي يحكيوا عليه ما نجمش نفطروا كل يوم لازم نلوج كاسكوت ب 2000 وب 3000. كي قاضي يحكي حكايات كيما ذوما تتوجع على الامانه وتغلط وزير العدل الناس تخرج تقول 3000 واش الناس كل 3000 دينار شوف بعد قداش من عام كارير باش تخلط انت لك 3000 دينار فما سلم مش يدخلوا 3000 دينار. دونك الطريقه التخاطب طريقه الاتصال نتاع وزير العدل الامانه ما تزيد كانت اجج الوضع. تحب ولا تكره انت القضاه تبعينك انت نجم تلومهم على مطالبهم، ولكن في جلسه ضيقه مش تخرج العلن وتاجج الراي العام عليهم، خاصه انه كل ما هو في علاقه بالفلوس عندهم حق فيه العباد ولا لا الشعب ديما ضد. احنا نقولوا انه لازم يخلصوا اكثر والقضاة لازم يخلصوا اكثر بعيد على شنو قاعدين يعطيوا اليوم، لان هذاك مبدا عام. دونك الامور مش ولا بد مش عارفين شنو باش يصير طول الاضراب مشكل كبير راهو نقابيا وسياسيا خلينا خاطر هو قرار سياسي تاع عباد كذا عادي جدا معناها هي سياسه اختيار طريقه في الاحتجاج. راكي تدخل برشا في طول الاضراب بدون افقرك تورط روحك. تو انا نتصور الهياكل النقابيه بتاع القضاه سواء الشرعيه والنقابه في حاجه الحل تو عملنا الاضراب حتى قدام اي بالضبط حتى قدام المنضوين نتاعهم وكيما نحقق حتى مطلب فما مشكله. نمشيو للسندريلا نحكيو على محمد رمضان تفاصيله. محمد رمضان اللي في اخر فتره صارت عليه انتقادات كبيره بسبب تصويره صورها مع اسرائيلي وتم منعه من تصوير مسلسل موسى اللي كان من المفروض انه يتعرض في رمضان 2021. اخر الاخبار انه تم تعويض محمد رمضان بعمر سعد وباش تشاركوا البطوله سميه الخشيب. في المقابل محمد رمضان هبط فيديو فيها مجموعه من الفلسطينيين في فلسطين كاتبين اسمه على شط بحر موجود غادي، وأكد وقال أنه على قريب باش يكون موجود في فلسطين وباش يحيي حفل غادي. نحكيه توا على مهرجان الضيافة اللي تكرمت فيه لطيفة العرفاوي وهديت التكريم متاحة للموزع والموسيقار طارق عاكف. كانت موجودة زيدة أحلام الفقيه، الحقيقة ما نعرفش أحلام الفقيه شنية تعمل غادي أما موجودة كانت غاديكا ما نعرفش حاصلوا وانتو كذا هل استدعوها ومشيت غادي للمهرجان. محمد رمضان صار له موقف محرج وين كان في الممر وهو داخل في مهرجان الضيافة، زلق زلقة وموقف لا يحسد عليه. ما نعرفش كان موجود في الليكران فوالا حلو حلو على خير. الموقف ذي أثار موجة من السخرية، فما اللي قال طاحت فيك فلسطين، فما اللي قال ذك ربي في الوجود باللي كل من تغى وتجبر، فما اللي قال ملا شوية 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 تحس وتجاع معناها بالكدي بالطبيعه هو باش ما كيما نقولوا هكا باش يخرج منها. هبط الفيديو وكتب عليها ما يقع على الشاطر وحط غنيته بم 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 راش عندنا من تحت في فلسطين برنس تحت في فلسطين وصبات عالي جديد يزلق على البلار
يزم يرد هذه ديما تحليل العلمي للاشياء يبدا صفات جديد يلزم ديما من اللوطه ما يبدا كاش ما شاء الله قد تفهم في كل شيء مني اسباب تاير كوره بوكس خبره محمد رمضان قبيله احكيو على الموجات الايجابيه توك تبدا عكستك تعكسك في كل شيء بريان معناه حمله ومقاطعه ونحاولك مسلسل ونحاولك فيلم حتى تتكب وانت تمشي معناه في العاده كل مره تمشي نمن بالموجات انا وليت بالجد لا راهي كي كي تجي تنحس نحس تعكس تعكس كي تتحل تتحل وكل واحد وحركه الكواكب ما علاش خرجت انا قبل النهار هو محسن العيفه ريتو تطور جيب لنا البلوره وين الناس قلت له انا النهار اللي بشكليت اربعه نتاع سالوتا جو علاش في صعكس هذاك المستوى زايد تحس في العكس يا ودي نهار هذاك انا قعدت ناكل 15 التاريخ ولكن عملت المسيره الكبيره ويحكي على الجواشي ويحكي على الجواشي نعتذر من بقيه البطاقات البرنس الناصر ومراد رامي مراد لانه ناصر تعسف على الناس الكل شفتوه معناها تقريبا مراد نهار كله يا اخو في الكلمه قداش من مال خلينا نتكلموا معاه انت علاه ما تجيبش قف في الميسيون الحلقه الجايه ضربنا معناها ايش بك تعيط يا ناصر مهما مهما مليك كانت هذه حلقتنا اليوم شكرا لكامل الفريق تحيه البرهان مراد سندريلا ناصر البدوي رامي لابرنس خليل في الاخره سيرين في الاعداد شكرا لقسم الديجيتال ملتقانا ان شاء الله غدوه كالعاده في حلقه جديده وقعدوا تتابعوا اي اف ام على اليوتيوب على الشانل نتاعنا على المباشر 24 24